مرحبا شباب، فقط أريد أوضح لكم شغلة. شوف، هذا جهاز الـ S23 Ultra. هذا الجهاز إذا اشتريته حالياً أو طلبته بالطلب المسبق راح تحصل على هذه سامسونج جالكسي ووتش 5. هذه حجم الـ 44 ملم. هذا الـ S23 العادي، شوفوا له S23 فقط العادي اللي يجي مو بلس. هذا الجهاز إذا طلبته بالحجز المسبق ايش راح تحصل؟ تحصل هذه الساعة، هي جالكسي ووتش شوفها الفايف، لكن هذه الحجم الأربعين مليمتر. للأس 23 هذا اللي موجود مع فئة الأس. راح نفتح الصندوق، ايش راح نشوف بالجهاز؟ شوف هنا وياي نفس الجهاز الموجود من سامسونج اتش بي، راح نلقي الدبوس ونلقي الكتيبات مع، اذا تلاحظ هنا هذا هو الكتيبات اللي ما نحتاجه، كذلك هذا هو الدبوس، ونفس الشيء هذا هو وسطة الشحن اللاصق الموجود عليه. هذا الجهاز كلش حلو حقيقة، فجهاز جدا حلو. اذا فتحنا، هذا ارخص فلاج شيب حاليا من سامسونج، ومعالج السناب دراجون 8 جين 2. اذا تشوف لي الحواف، لاحظ لي الحواف، بس اذا فتحنا اي شيء شوف الجهاز شقد صغيرون، جهاز كيوت. وهذه هي الكاميرا الامامية، حواف مستغلتها الشركة بشكل كامل، شوف تلاحظ لي، فمصنعيته حلوة الجهاز. هذا لامع مو طافي، الحواف هنا شوية اعرض من الاس 23 الترا. الاس 23 العادي تلاحظ الكاميرات تقريبا احجام متناسقة. اذا تشوف لي، شوف لي الاطراف، العادي شوية اعرض من 23 الترا. الاحجام طبعا اكو فرق كبير بيناتهم، فاكو فرق بيناتهم باحجام. فهذا واحد من الاجهزة حقيقة كاميرته حلوة، مواصفاته حلوة، وسعر حقيقة هو 750 دولار او 49 دولار. هذا ارخص فلاج شيب حاليا موجود من سامسونج. الناس اللي تحب الأجهزة الصغيرة، النظام بأندرويد، واجهة سامسونج الون يو اي 5.1، نظام أكيد سريع لأن يعني حاليا كل شيء ما محمل به، في واحد من الأجهزة الممتازة. هي الساعة 40 ملم. تلاحظوا يا هذه الساعة، هذه الساعة 40 ملم. شوف مصنعيتها، لو هذا بلاستيك قريب الجلد، يعني الساعة كلش حلو حقيقة. هذه هي أصغر شوي من الـ44، هي نفس الشكل بالكامل، نفس الشكل، لكن هنا شفنا عندي، شفنا هذه حجمها أكبر لأن هذه 44 ملم، والسير نفسها هاي طبعا هاي السيورة تقدر تغيرها، مصنعيتها حلوة مع الحساسات الموجودة بها. شوفوا هاي، هذه سماعات سامسونج البودز 2 برو، سماعات حلوة. من مميزاتها على السريع راح اذكر لك مميزاتها على السريع، تكون محيطية، الصوت راح يعطيك محيطي، وعزل للضوضاء موجود به، والبطارية راح تكون هنا من 5 ساعات الى 18 ساعة. انا راح افتح لكم الصندوق مال هذه العلبة، رأيكم شنو الاشياء اللي تجي. هذه هي السماعات، لون الابيض هم زين لون الابيض. هذه هي السماعات، طبعا هذه بالمراجعة الكاملة راح انطيك عيوبها ومميزاتها، شنو الاشياء تحبونها شنو الاشياء ما تحبونها، تعليقات ان شاء الله. صغيرونة وحلوة ومن سامسونج. هنا شو مخلي لك بالعلبة؟ طبعا هنا مخلي لك وصلة الشحن والربلات الداخل موجودة. هاي تشحنها من يو اس بي تايب سي الى تايب سي، فانت اذا عندك جاك مال شحن فهذه واحدة من الاشياء الحلوة، تشحن لك من يو اس بي تايب سي الى تايب سي. شوف هنا عندي هاي السماعة وهاي السماعة، هذه هي السماعات، شوفوا ياي هذه هي السماعات الموجودة. هذه الاشياء اللي الشركة سامسونج اعلنتها، لكن البلس انا ما عندي، فهاي الاشياء الموجودة اللي اعلنت عنها، هاي منتجات شركة سامسونج بداية 2023. تحياتي لكم، شوفوا الفيديو عجبكم وما عجبكم، في أمان الله.